على مدار 17 عام كان قطاع غزة محاصر في كل القطاعات، ولكن عمرنا ما توقعنا أنه هذا الحصار يأثر على حفاضات الأطفال اللي اليوم خلال هاي الحرب بيعانوا من قلتها وعدم تواجدها في الأسواق. لهيك اخترعوا الفلسطينيين هان في غزة طريقة جديدة للتعامل مع هاي الأزمة. خلونا نتعرف عليها وتفاصيل عمل حفاضات الأطفال من ولا إشي. في ظل الظروف هذه حصار ومعابر مسكرة وعندنا في رفح 1.5 مليون نازح، فالناس محتاجة الإشي هذا ومحتاجة حدا يخفف عليها. فإحنا هيك ربنا وما توفيق إلا بالله ابتكرنا الفكرة هاي عشان نخفف على الناس ونعطيها للناس بسعر التكلفة، لأنه هو مشروع مش ربحي، مشروع يعني لإعانة الناس المحتاجة ولإعانة الناس كل الفئات، لأنه في ظل الحرب والظروف إحنا كلنا محتاجين. توفقنا هيك وتفقيد من ربنا أنه ربنا يسر لنا الفكرة هذه من الزي تاع الكورونا الأبيض، ناخذ منه اللزق وناخذ منه المحتويات تبعاته، وفي عندنا كمان قطعة من البامبز البلاستيك، صرنا نسوي هيك ونسوي هيك وربنا هيك سهل الأمور وتسهلت الحمد لله رب العالمين. بعد ما تتم الصناعة ويتم تجهيز البامبرز، شو هي السوق اللي بتنزلوها عليه؟ يعني شو وين بتبيعوا هاي الشغلات؟ في السوق نفسه فيش عندنا غير احنا دوار النجمة، ميدان العودة، تل السلطان، المواصي، النقاط هذه بيجوا الناس بياخذوا حتى من المكان نفسه. شو التحديات اللي بتواجهوها في ظل عدم توفر المواد الخام لصناعة البامبرز؟ والله مواد خام ما فيش، يعني هذا كله يعني جهد شخصي، وطاقة ما فيش، وغاز ما فيش، وسولر ما فيش. بعدين بنسوي 500 قطعة احنا في اليوم، لعدم وجود المكان الزيادة ولعدم وجود الطاقة. لو في انا متوفر ماكينات وطاقة بقدر اطلع 2000 عدد كل يوم، بس لعدم وجود الكمية 500 بسوي كل يوم. وزارة الصحة بتقول انه في 1500 مولود بشكل اسبوعي في قطاع غزة، واليوم نتحدث عن رفح انه في 1.5 مليون المليون مواطن فلسطيني موجودين في مدينة رفح. انتوا بهذا المكان قادرين تلبوا احتياج السوق؟ قادرين تلبوا احتياج الناس؟ والله احنا فكرة واحد من كل القطاع، يعني احنا اول ما نبتكر هذا المشروع واشتغل فيه. ان شاء الله ناس تاني ربنا يقدرهم على فعل الخير، بس ولكن يعني ما اظن يعني انه في حدا يسوي اي مشروع يكونش ربحي. احنا هذا المشروع بنبيع القطع تقريبا في منها باثنين شيكل وفي منها بشيكل، يعني موضوع التكلفة بس، يعني أجرة التكلفة، فما أعتقد أنه حدا يعني يسوي مشروع غير ربحي أو ما يستفيدش منه. بنناشد كل الشرفاء في قطاع غزة كاملة، يعني أنه أقل ما فيها يوفرونا من وزارة الاقتصاد غاز أو محروقات أنه يقدر المصنع هذا يشتغل، لأنه تقريبا فيه 20 نازحة بيشتغلوا فيه، كل اللي بيشتغلوا فيه كمان نازحين وبيشتغلوا عشان يطلعوا قوت يوم في ظل الظروف الصعبة هذه. يعني هذا المصنع بيعين الناس أنها تعيش، وبوفر على الناس كمان موضوع البامبرز. فبنناشد كل بني آدم شريف في هذا البلد أنه يساعد في هذا الموضوع. بالوقت الطبيعي كان سعر باكيت البامبرز 20-30 شيكل بالكتير، كان في 60 حبة تقريبا. اليوم سعر باكيت البامبرز وأبو جودة متوسطة أو جودة منخفضة وصل ل 200-250 شيكل. اليوم غالبية سكان قطاع غزة خاصة النازحين ما معهم السيولة الكافية إنهم يشتريوا بشكل يومي أو أسبوعي هذا البامبرز. لهيك مثل هاي المشاريع في مثل هذه الأوقات يعتبر إنجاز كبير للمبتكر اللي فكر بهاي الفكرة.